والنبي صلى الله عليه وسلم كان على شنو؟ كان على التوحيد عليه الصلاة والسلام، لأنه دي أصلا دعوته. مما بعث النبي عليه الصلاة والسلام دعوته كانت في التوحيد، دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وحذر الناس من الشرك، واشتغل في الكلام ده سنين طويلة قبل ما هاجر لمكة. كما يعلم الجميع من السيرة النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام دعا للتوحيد وحذر المشركين من عبادة الأولياء وعبادة الأصنام وعبادة الأوثان سنين عددا قبل ما ربنا أمره بالصلاة وبالزكاة وبفضائل الأعمال. ربنا رسله عشان يدعو الناس للتوحيد، وبعد فضائل الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم لسه دعا للتوحيد وحذر الناس من الشرك، لأنه دي أصلا هذا ده أصلا طريق الأنبياء. عشان كده ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أصلا ربنا ما رسل رسول، ما رسل رسول إلى أهل الأرض إلا ليعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وما المقصد إنه الناس تعبد الله أحيانا وتعبد غيره؟ لأنه ده أصلا كان ده كان طريق المشركين، كان أحيانا بيعبد الله، زي ما ربنا قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فما المقصد إنك تعبد الله أحيانا وبعد ذلك تمشي تنادي غير الله من الأموات، فهمت؟ ومن المقبورين ومن الأولياء ومن الأنبياء ومن الأوثان وإلى غير ذلك. ده ما المقصود أصلا، المقصود إنك تعبد الله براو. عشان كده ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورة البينة. ربنا قال إلا ليعبدوا الله، هل الكلام وقف هنا؟ ربنا قال إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الإخلاص لله عز وجل في العبادة، وده التوحيد ذاته، ده التوحيد ذاته، إنك تعبد الله براو، مش تعبد ربنا أحيانا وبعد ذاك تمشي تشرك بالله عز وجل. ده كان دين المشركين أصلا، وده الشرك ذاته، إنك تعبد الله وتعبد غيره. عشان كده ربنا لما أمر الأنبياء ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. ربنا ما أمرهم والكلام وقفنا إنه يقولوا للناس أعبدوا الله، قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وربنا قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، هل الكلام وقف هنا؟ قال ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، حذروا من الشرك وعبادة ود وسواع والخمسة الصالحين الذين ذكروا في سورة نوح، خمسة الرجال الصالحين. ربنا قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، هل انتهى هنا؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ودعوتهم كانت واضحة، الأنبياء دعوتهم كانت واضحة، كان بيبينوا لأقوامهم
زي ما جاء في القرآن في آيات كثيرة كان بيبين لأقوامهم الآلهة اللي كان بيعبدوها بالباطل من دون الله عز وجل. كان بيبين لهم الآلهة والشركة والأنداب اللي اتخذوها مع ربنا عز وجل. فنرجع للآية في سورة الروم، ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أصل التفرقة من صفات المشركين، والناظر للمجتمع الإسلامي اليوم في كل البلاد المسلمة، في جميع بلاد المسلمين اليوم بيعرف إنه المسلمين ديل اتفرقوا ولا ما اتفرقوا. اتفرقوا يا ذول، بيجوا جماعات كثيرة وجمعيات وطرق وأحزاب وكلها باطلة في الإسلام. ما في حاجة اسمها جماعات وأحزاب وطرق، فهمت؟ ما في كلام زي ده. وهم ليه تفرقوا يا ناس؟ ده السؤال المهم ذاته، عشان كده ذكرنا الآية من سورة الروم. هم ليه تفرقوا؟ لأنه أصلا ما اهتموا بأساس الدين وعمود الدين اللي هو التوحيد، اللي هو التوحيد. ما تفرق أصلا من صفات المشركين، لأنه وقعوا في الشرك، ما اتفقوا على الحق. اقبل أمة دي، الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لو ما اهتموا بأمر التوحيد والوقوع في الشرك بالله عز وجل اللي هو أعظم معصية وأعظم ظلم على وجه الأرض، الشرك بالله عز وجل، لو الناس ما اهتموا بالموضوع ده باقي لك ما بيتفرقوا يا ناس، ما بيتفرقوا، بيتفرقوا. بل بعض الناس وقعوا في الشرك ذاته لأنه ما اهتموا بأساس الدين. والبيفهم التوحيد، والله البيفهم التوحيد كده فهم الدين كله. زول فهم التوحيد وفهم دعوة الأنبياء، فهم الدين الإسلامي ده كله. عشان كده العلماء قالوا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام ده كله مبني على كلمة لا إله إلا الله، دي كلمة التوحيد. يعني باختصار جدا، لا معبود حق إلا الله. وكذلك باختصار جدا وبكلام بسيط وبفهم بسيط، معناه ما تنادي إلا الله في الشدائد، وما تنده إلا ربنا في الشدائد، وما تنادي إلا ربنا في الشدائد وفي المصائب وفي الكروبات، وما تدعو غير الله عز وجل. ده كله معناه، كله كلام كله معناه واحد، ما تدعو غير الله وما تنده غير الله وما تنادي غير الله. ده كله دعاء وعبادة في الشدائد، لا في المصائب لا في غيره. ولا غير الله بيعلم الغيب. أولا دليل الدعاء والنداء، وإنك ما تنده غير الله. ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، موضوع انتهى. ربنا قال نادو ووعدك بالاستجابة، موضوع انتهى. تاني لا بتحتاج تنادي شيخ، لا بتحتاج تنادي ولي صالح، لا بتحتاج تنادي نبي، لا بتحتاج تنادي فكي، لا بتحتاج تنادي أي مخلوق من دون الله عز وجل، موضوع انتهى. ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى موضوع انتهى. وربنا قال زول دعا غيره، نادى غيره. ربنا قال ده من المشركين، ربنا قال ده مشرك وده كفر بالله عز وجل. ربنا قال إنه، ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ربنا قال زول دعا غيره ده كافر. بعد ذاك الحكم على المعين ده يبقى موضوع تاني، لكن زول دعا غير الله ده كفر بالله عز وجل. وانتبه لقول الله عز وجل لا برهان له به، لا برهان له به، معناه أصلا زول ما في أحد عنده دليل على إنه ينادي غير الله، ما في زول عنده دليل على الشرك بالله، ما في دليل يا زول. تجيب دليل إنك تنادي غير الله كيف؟
ربنا قال لا برهان له به. اقبى الدكاترة اللافين في البلد دي، فهمت؟ دكاترة اللافين في البلد دي وشيوخ الطرق، فهمت؟ والدكاترة المتصوفة واللافين العالم دارين يدعوا للشرك بكلام باطل، ناس بيكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخي، فهمت؟ دارين يدعوا الناس للشرك ويضيعوا عقائد الناس ويدعوا الناس الى العذاب ويدعوا الناس الى النار، ناس مجرمين وناس كذابين، فهمت؟ يجيبوا لك احاديث باطله، فهمت؟ اذا انفلت الدابه احدكم بارض فلات فقل يا عباد الله احبسوا، حديث ضعيف، حديث ذاته ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلام زي ده. فما في ما في دليل على دعاء غير الله، ربنا قال لا برهان له به. فاصلا المسلمين يتفرقوا، بقوا جماعات، فهمت؟ جماعه المعرف لك مين المحمديه، المعرف بتاع انصار المحمديه، وحزب المعرف لك مين النور، و و و واحد تلقاه بيدقنه ومقصر، و و توحيدك وين انت؟ انت ما بتخجل بيدقنك ده؟ توحيدك وين؟ دعوتك وين؟ علموا الناس التوحيد، تلقاهم فهمت؟ والطريقه الفلانيه، في كم طريقه في البلد دي؟ كم طريقه؟ وذاتهم واقعين في الشرك ذاته، فهمت؟ النجر والشرك في البلد دي منه؟ مش بتاعين الطرق ديل؟ الطريقه البرهانيه، الطريقه السمانيه. هسي باقي لكم ده الاسلام؟ اسالكم بالله، هل ده الاسلام يا ناس؟ هل ممكن يكون الاسلام الطريقه السمانيه والطريقه البرهانيه والطريقه المعرف لك تجانيه والطريقه المعرف لك كنزانيه والطريقه المعرف لك عجلاتيه والطريقه المعرف لك؟ يا اخي كلام كثير يا اخي، هل ده ممكن يكون الاسلام؟ وربنا قال عن الاسلام ودعوه النبي عليه الصلاه والسلام، ربنا قال قل هذه سبيلي، اقبى سبيل واحد ولا سبل؟ سبيلي مفرد، ادعو قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، يعني على علم، انا ومن اتبعني. وسبحان الله، وسبحان الله دي تنزيه لله عز وجل، لان ربنا ما عنده شريك ولا عنده مثيل ولا عنده انداد، وسبحان الله. وما انا من المشركين، اقبل سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، البراءة من الشرك ومن أهل الشرك، ده الإسلام كله. عشان كده الزول الفهم التوحيد، فهم دعوة الأنبياء والرسل، ورجع للقرآن ورجع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ده فهم التوحيد كله، فهم التوحيد كله، وفهم الدين كله، فهم الدين كله من بدايته لنهايته. والقرآن أصل ربنا نزله عشان يعبد ربنا عز وجل، وعشان الناس ما تقع في الشرك، ما تشرك بالله عز وجل. ربنا قال شنو في سورة هود؟ ربنا قال ألف لام راء، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الآية اللي بعدها طوالي شنو؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قرآن أصلا ما نزلوا، ربنا ما نزلوا إلا للتوحيد، من أجل التوحيد، عشان الناس تعبد الله يا أخ. وده ده الدين كله، ده التوحيد، ده الإسلام كله من بدايته لنهايته. ودي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ما تنادي غير الله، ما تدعي غير الله، ما تتوكل على غير الله، ما تستغيث بغير الله، ما تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما تسبح لغير الله، ما تطوف بالجبال والأضرحة، ما تتبرك، ما تتبرك بالمخلوقين والمخلوقات، ما تقول غير الله بيعلم الغيب، لأن الغيب بيعلم الله. دي كلها من مظاهر الشرك في البلد دي، النشروا الصوفية والنازل، والله شغالين شغل، ناس بيدعوا للشرك في كل البلدان، والله العظيم جد، ناس لافين العالم ده كله يا اخي دعاة شرك. لقيت لي واحد قاعد هناك في امريكا، فهمت؟ صوفي قاعد هناك عامل له مركز،
جايب العفن داك اللي اسمه جفري الناداو الجابو اللي زيرك هنا في البلد دي، وداك مشى هناك في امريكا، ونحن ذات جينا هنا وربنا عوضنا ذاته. هذا كلام عجيب. نازل شغالين شرك، دعاة للشرك بالله عز وجل. فهمت؟ يقول لك غير الله بيعلم الغيب. يقول لك فكي قاعد في حتة، قاعد لك وين انا ما اعرف، قاعد في حفرة ولا قاعد وين، يقول لك بيعلم الغيب. فكي قاعد مترزع في حفرة، قاعد زي الضب، يقول لك بيعلم الغيب. وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ده التوحيد يا زول. ما في زول بيعلم الغيب إلا ربنا. ما في زول بدي ذرية، ما في زول بدي جنة، ما في زول بدي الأولاد إلا رب العالمين. ده التوحيد. تتوكل على الله، ما تعلق الحجبات، ما تعلق التمائم، ما تعلق الكمون، ما تعلق الحراسات، ما تعلق الودعة، كله من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم يعني الحجبات والتولة شرك. يبقى كلام واضح وموضوع انتهى. ما تعلق شيء. وربنا آيات محكمة. ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هل ربنا قال إلا الفكي، إلا الحجاب، إلا الحراسة، إلا غيره؟ ربنا قال إلا هو، إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. شو ده كله عند الله. فتلقى الناس يلبدوا الناس للشرك، عشان كده فرقوا الناس، لأنه أصلا ما اهتموا بدعوة التوحيد، وما اهتموا بالوقوع في الشرك. ما هاميهم أصلا إنه الناس يقعوا في الشرك، وده بيدخل الناس في النار، بيخلدهم في النار. لأنه ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عشان كده الجماعة ديل أصحاب الطرق وقعوا في الشرك، أصلا ما هاميهم الموضوع ده. وفي واحدين في جماعة عارفين، لكن مجارمة دارين يأكلوا حق الناس، لكن وراء الموضوع ده أكل نيانيا، دارين يركبوا عربات فهمت، ويمشي يتعالجوا برا ويضيعوا المساكين من المسلمين. واحدين تلقاهم برضو النوع الأبدقين، تلقى قاعد جوا التلفزيون ما يعلم الناس التوحيد، ولو سأله سؤال قالوا له ما رأيك في الصوفية، وما رأيك في ابن تيمية وابن القيم، هل كانوا من الصوفية ولا ما كانوا من الصوفية؟ فهمت؟ رابط عمة 6 متر فهمت، وخسارة ذاته، وجلابية نظيفة انت تقول خلاص فهمت، تقول مولانا له الشيخ الكبير الدكتور حيجاوب سؤال زي الناس فهمت، لكن أصلا الناس ما فاهمين دعوة الأنبياء. قال له انت شغال بموضوع عجيب جدا. عجيب جدا كيف؟ ما سؤال واضح جدا. ابن تيمية وابن القيم كانوا من دعاة التوحيد، وصوفية من دعاة الشرك. يا دكتور انت ما توري الناس ديل. قال له انت شغال بموضوع عجيب جدا. لف ودور. كان سألهم الجماعة ديل تعين الغنوات ديل الباندقون، كان سألهم من موضوع بسيط، كان سألهم من الفرشة والمعجون في انت في نص نهار الصيام، يقسم لك لعشرة مسائل. يا اخي انت مجنون، انت سواك ساي هذول. كان سألوه في عبادة القباب والطواف بالقباب وعبادة الشيوخ وكلام زي ده، يقعد يتلولو ويلف ويدور. عشان كده النازل اصلا يتفرقوا يا ناس، لانه اصلا ما هاميهم التوحيد. ما في الدين توحيد، ده الدين كله، وتحذير الناس من الشرك بالله عز وجل. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.